هل يجوز الذهاب لزيارة الأقارب بنية تعليمهم؟ ما أعلم من أمور الدين التي نعلمها من إذاعتكم ولو كانوا لا يحافظون على الصلاة مثلا؟ نعم، زيارة الأقارب من أجل دعوتهم إلى الله ونصيحتهم وتعليمهم ما يجهلون من أمور الدين إذا كان الإنسان على معرفة منها، هذا أمر واجب، لأنه من الدعوة إلى الله ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ودعوة الأقارب أولى من دعوة غيرهم، لأنهم لهم حق على قريبهم. قد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. زيارة الأقارب من أجل صلة الرحم ومن أجل دعوتهم ونصيحتهم إذا كان عندهم تكاسل عن الطاعات، أو من أجل تعليمهم إذا كانوا يجهلون أحكام دينهم، فهذا فيه أجور عظيمة: أجر الصلة وأجر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والنصيحة لله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، إذا عزمتم لي، لفت نظري عبارة قالتها أختنا تقول: أعلمهم ما أتعلمه من إذاعتكم من أمور الدين، هل من تعليق لفضيلة الشيخ صالح على هذه الجملة؟ نحن قلنا: يعلمهم ما يتأكد من أنه يعرفه. إذا كانت هذه الأخت تتأكد مما سمعته، إنها تنقله بنفسه أو تسجله على شريط وتسمعهم إياه، وهذا أضبط. الأحسن أنها تسجله على شريط وقت الإذاعة تذهب به وتسمعهم إياه، لأن هذا أضبط. فإن لم يتيسر هذا، فإنها تقول لهم: سمعت ما هو كذا وكذا، وتذكره لهم بالمعنى، لكن عليها أن تتأكد من ذلك. وإذا كانت لا تفهم بعض الأشياء فإنها لا تخبر بها، تتوقف عنها، لا تخبر إلا بما فهمته تماما. جزاكم الله خيرا. إذن هناك شروط للنقل عن الغير شيخ صالح؟ لا شك في هذا، لا تنقل عن الغير إلا ما تأكدت منه وفهمته على مراد المتكلم. جزاكم الله خيرا.